98 و99 و2000 كنت خارج البلاد في بريطانيا. هذه الفترة السنة فيها 3 سنوات لم أكتب نصا نهائيا، كنت أتلقى اللغة لكن كان فيها في بريطانيا. لا أنشر، حتى النشر كنت أنشر في جريدة الرياض زاوية فضاء البصر، وأيضا توقفت. صحيح أنه صدر لي عام 2000 رواية كانت مكتوبة 96، لغطوا موتى كتبت 96 لكنها لم تنشر إلا في عام 2000. فما عدا هذه 3 سنوات كنت فقط أتأمل ويعني أقرأ وأتعلم اللغة في بريطانيا. فأعتقد أنا أفسر الأمر بهذا الشكل، أنني حينما عدت كان كل هذا الانقطاع جاء بهذا الزخم المتواصل. أنت متى رجعت؟ تقريبا 2000 2001. طيب